اعزائي، طبعا امبارح منتخب المغرب كان بيلعب زامبيا وكمان كسب 2-1. يعني اولا كده الحمد لله ان هو كسب، رغم يعني ان في ناس كتير كده ما كانتش مقتنعه باداء المنتخب صراحه، يعني مش عارف ليه. فقلت بقى كده لازم اجيب ملخص واعمل عنه ردة فعل واشوف اداء المنتخب كان عامل ازاي. فانا بقى نتفرج على فيديو مع بعضينا، بس قبل ما نبتدي مش تعمل لايك، انا عايزك دلوقتي حالا تكسر زر اللايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكي بقى عليك تفعل زر الجرس عشان قادر اترك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا عم تعال نشوف منتخب المغرب وزامبيا. رومان سايس طبعا نصيري وشايف نايف اكرد، هنشوف الاداء كان عامل ازاي. طبعا ما دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير التلات حاجات. حكيم زياش بيلعب وعز الدين قناحي اشرف حكيمي. طبعا منتخب المغرب نازل بكل اللاعبين بالقوه الضاربه بمعنى الكلمه. عز الدين حلو يا عز، هو نصيري يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ضربه جزاء فيها ضربه جزاء. ايوه ضربه جزاء. بص عز الدين يا جدعان، بص عز، بص عز عاقل حطها حلو قوي. يعني تعرف الفكره في ايه؟ ان طبعا خلاص كل المنتخبات الافريقيه عرفت ان منتخب المغرب هو اقوى منتخب في القاره الافريقيه، فبالتالي بتعمل له الف حساب. حكيم حكيم يا عاقل يا زياش، يا عاقل يا زياش حطها حلو قوي 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 بجد. ده اللي بكلمك فيه، ان كل المنتخبات عرفت خلاص ان منتخب قوي فبتعمل له الف حساب، فلازم العب قدامه بافضل شكل عندي وبافضل قوه هجوميه وقوه دفاعيه موجوده عندي. فبالتالي المنتخبات اللي هتقابل منتخب المغرب هيعملوا ماتشات قويه، والماتشات مش هتبقى سهله بعد كده على منتخب المغرب. وطبعا كلنا عارفين ده، القوه الافريقيه كلها او المنتخبات الافريقيه كلها بتميز بالقوه والسرعه والغشوميه وكل حاجه. فطبعا منتخب المغرب لازم يكون عارف حاجه زي دي. يا لعيب يا يحيى، اوه 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 حكيم زياش. يعني لغايه دلوقتي بدايه حلوه، بدايه مش وحشه زي ما الناس ما قايله يعني عن السوشيال ميديا والكلام ده. سيكون في المنتخب المغربي مرشح غير العادي، ممكن النسخه الاخيره بعد المونديال. العرضيه نايف اكد بالراس يبعدها الى رميه تماس. العرضيه في القائم الاول. طبعا ملخص مكسع شويه اعذرونا، بس يعني ها مش لاقي ملخصات عدله. عائل ياسين، لا لا ياسين بونو وحش يا جدعان. حكيم حكيم، لا بس لغايه دلوقتي المنتخب المغربي عمل كور كتير، عمل كور كتير جدا لحد 20، عمل كميه فرص غريبه. لا يا عز، لا يا عز. عز اوه يا ابراهيم، لا 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 يا ابراهيم، الجمله جميله يا ابراهيم، الجمله جميله والله العظيم. صدق سؤال، عز الدين فايق يا جدعان، عز فايق وناحي فايق. بتاعتك يا ابراهيم دياز دي بتاعتك. لا يا سايس، اوه 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 تقريبا. طبعا منتخب زامبيا شكله بيلعب على الهجمات المرتده، وده اللي ده اللي انا واخد بالي منه. يعني يا لعيب يا حكيمي، ايه لا 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 يا زياش، لا يا زياش بتهزر، بتهزر يا زياش. يا لعيب يا ابراهيم، عاقل يا عاقل. نصيري اه يا نصيري، اطلع يا نصيري، انت اطول منهم كلهم يا نصيري. تخيل كل الكور ديت في شوط واحد بس.
هذه واحدة من الكرات الصنبية على اليمين. يا ساتر. وصلت بينية في العمق. لا 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 يا سايس، لا يا غانم. الكرة عدت منك بطريقة غريبة يا غانم يا سايس بصراحة. هلا فرقة بيلتحموا جامد قوي يا جدعان، بيلتحموا جامد جدا. بقول لك العيال بتلتحم جامد جدا. لا مش شايف لغايه دلوقتي، انا من وجهه نظري اداء منتخب المغرب حلو مش وحش، بس هي الفكره كلها في الفينش. منتخب بيضيع كور غريبه، واحيانا اللعيبه بتاخد قرارات مش افضل حاجه. يعني مثلا حكيم زياش شاط كوره من شويه ما ينفعش تشاط اصلا من المسافه دي. هي فكرة في قرارات لاعبين قبل أي شيء، مش عيب مدرب. فكرة برضو إن المنتخب بيضيع، بس بيوصل كتير. يعني فكرة إن المنتخب بيوصل كتير ده شغل مدرب من الأساس. المدرب بيوصلك على جون كتير، بس فكرة كلها أكيد المدرب مش هينزل يجيب جوان. يعني بص لو اتلمست، لو اتلمست أوه فاول فاول. سفيان الرحيمي وايوب الكعبي. سياسين بونو. سياش. يا لعيب يا ابراهيم، يا ابراهيم العلقة فرقة ابراهيم جامدين ابراهيم. يا عائل يا عائل يا نصيري يا نصيري، اتحرك صح يا نصيري. لا 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 بتهزر بتهزر بتهزر. لا 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 ابراهيم ما تضيعش منك دي. لا لا ما تضيعش منك يا دياز دي. سهله الكره، سهله بالنسبه لك فينش. ابراهيم يا عائل، يا ابراهيم يا عائل يا عائل يا عائل يا عائل يا عائل يا عائل على الاسيست. بص الاسيست منين؟ ما بين الاقدام كوبري، ما بين الاقدام ابراهيم دياز. تحرك الواد جاي جميل بصراحه، الواد اللي جاي الصغير ده تحرك حلو. جماعه ده منتخب زي الفل. الناس بتعرف ايه بقى على السوشيال ميديا؟ يقول لك الاداء مش كويس مش عارف ايه، وبينتقدوا وليد الركراجي. اداء ايه اللي وحش؟ يعني لو حد شايف اداء وحش يكتب لي تحت في الكومنتات يقول لي كده. لا يا جدع ما فيهاش، اللي ده كويس جدا. زهير يا عائل. اوه يا ساتر على الدفاع، يا ساتر على الدفاع، يا ساتر. لا 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 يا بونو، لا يا ياسين، لا يا ياسين بتهزر يا ياسين، بتهزر يا ياسين. ده الكرة في الدقيقة يا ياسين بتاعتك دي. تحس ياسين بونو كسل ينزل الكورة، كسل ينزلها، تصدق؟ كسلها فعلا. خلص خلص الفيديو. بصراحه يا جماعه شايف من وجهه نظري اداء منتخب المغرب كان كويس جدا، مش زي يعني ما الناس بتهوي على السوشيال ميديا. يعني نتمنى ان شاء الله كده الافضل لمنتخب المغرب في بقيه التصفيات. بس بقى حلقه خلصت، الفيديو ده مش هقول لك اي فيديو جديد، واشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.